طقس ألحان البطاركة والأسقفة يعتبر تكملة للطقس السنوي، وفي معلمين كتير سجلوه ضمن تسجيلاتهم للطقس السنوي، لكننا فضلنا أنه يتسجل كطقس مستقل علشان ياخد اهتمام أكبر، لأنه طقس مليان بالألحان والنغمات الجميلة. يلا 1 2 3 لأول مرة بنطلع تسجيل للخورس كMP3، والسبب هو إن إحنا عايزين تكلفته تكون قليلة على الناس علشان الكل يقدر يقتنيه. المشروع ده عبارة عن CD واحد بس، لكن فيه 223 دقيقة ألحان وشرح طقوس، يعني كأننا حطينا 3 أوديو CDs على CD واحد بس من غير ما الكواليتي تتأثر. ليه
اعتمدنا في تسجيلاتنا على تسليم المعلم ميخائيل الكبير وتلاميذه مع تصحيح نطق بعض الكلمات والأرقام، زي مثلا في لحن الفضائل تيميتس نوتي. قدم للمشروع ده نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء المعروف باسم السريان. والكنيسة القبطية تجل وتوقر وتحترف بطاركتها وسقفتها، وقد عملت الكثير من الألحان الخاصة بهم. قام الأخ الشماس البير جمال بجمعها في هذا السي دي لتكون مرجعا لمن يريد حفظها من خوارس الشمامسة سواء في مصر أو في المهجر. وقد رجع إلى أقدم وأدق المصادر في هذه الألحان. السي دي ده في الألحان اللي بتتقال لاستقبال البابا أو المطران أو الأسقف لما يكون راجع من السفر، والألحان اللي بتتقال أثناء حضوره الخدمات الليتورجية، بالإضافة لطقس وألحان فترة نياحة البابا البطريرك. مجموعة الألحان اللي موجودة في السي دي ده تعتبر أكتر مجموعة شاملة لطقس البطاركة والأسقفة، وتعتبر أول مجموعة فيها ألحان البابا البطريرك كاملة بعد ما بقى الأنبا تواضروس بابا الكنيسة. المجموعة دي فيها ألحان نادرة زي لحن كالوس أكئيشا رون الكبير، بالإضافة لتصحيحات في نطق بعض الكلمات والأرقام. ألحان البطاركة والأسقفة مهمة جدا لكل الشمامسة، وأنا بشجع الكل إنه يقتني المجموعة دي ويقول لشمامسة كنيسته علشان الكل ياخد نسخة من التسجيلات دي. الكل سواء الكهنة أو شمامسة أو شعب مدعو إنه يحفظ ويسمع ويستمتع بألحان كنيستنا الغنية بالفكر التقوي والموسيقى الروحانية اللي تأثيرها ممكن يخلينا نعيش السماء على الأرض.